لازم تعرفين عصائر البرتقال كلهم تلغيهن. أحس بها مشكلة. هاي ليش؟ بركة لو شنو، هاي بريك شنو، راد كل دي زيت. اسم الأغنية، اسم الأغنية عايش فيك. شلون يعني عايش بيه؟ يعني بيت هو شنو؟ فندق؟ بس هاي حلوة. الكلمات هاي من جايبهن؟ أني ذاك اليوم سمعته كلش حلوة، تجنن. حلو حلو شباب الجولة شنو هاي؟ حبايبي اللي عندي باللايف باعوا فرق مو مايلات كبسون، وصل 2 مليون كبسون. من ابو زكريا بكم؟ القران كافي شبيكم؟ هذا ابو زكريا زوجي المستقبلي. ليش تكتبوا لي ابو زكريا؟ من يكتب يكتبون يمك؟ صار مساعة ما تعبتوه؟ والله انا تعبت. يمكن قصدهم انه انا زوجي المستقبلي ابو زكريا، يعني اسمه. حبايب ليش تكتبون يمه؟ لا جابه كافي. لا تكتبون، لا تكتبون. يقولون هي قالت لا وين قلت؟ لا قلت لهم يعني أني زوجي وزوجي زوجي المستقبل أبو زكريا، يعني ما قلت بالمستقبل، يعني سمي بنا زكريا. بس هما دا يكتبون يمك ليش؟ والله ما ادري. ده عيب عيب. انت شو تسمي اسمك بالمستقبل؟ اكو اسم مبارك؟ ايه شنو؟ قايل لهم يا شنو؟ إيه اسم هاي مال اغريقي، اسم قديم يعني، مو محدد هذا، بس انه شيء مشابه له مثل كينيوس او هيك شيء. شنو؟ كينيوس كينيوس شنو هو محل؟ ما عارف شنو. اي محل مال الموبايلات. كينيوس عندنا هذا الكشك الصغير بهيج، يعني مواد يبيعون هاي هنا. هاي بها لغة والله عندنا بألمانيا وهيج اسمها كينيوس. تقريبا هيج. شوف والله قوليها شو سنين هي هاي. بدي قوليها والله. لا لا ليش لا أه. يا ما لما انت زيتي محمد حاروقة بس مو دلدتلك. ليش ما قول لك انت توقف؟ ما تستحي على وجهك. ما تستحي؟ قول لك التعليقات كلها انك نار ما وريدر، نار وريدر طابيك. واجبك. انا اعتذر شباب، اعتذار طبيت بالمكان الغلط احتمال. لا شنو السالفه؟ لا لا احتمال لا ولا شيء. مو دلدتلك وتعليقات كلها طالبك طالبك طالبك. لو تشوف بنات تموت ما تقدر. وكان اعرف سوالفك ولك. اولا انت صعد جوله، هاي واحد. لا ثانيا صعد جوله يا فخام، لا صعد جوله يا قصدك فخام. الجولة ترى لعبت أربع جولات. واجبك أنا مثل هذا، يلا جيم واحد وجي جيم واحد يا جيم. اولا صار لهم طشيت. خمسة يوم. شفت وحدة تخبرت. نعسان، هو نعسان عمودها من الإجابة نعسان. ايش بيك؟ شو جاي تضحك وفرحان والقاعة تشيلك خير؟ قبل شوي شفت وجه حلو أعرفكم على يتحدث إنسانة، ويا مين تشيلك؟ إنسانة طيبة. احكي احكي اعترف. يلا اعترف. ريدا السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام. يلا هلا والله حبيبي. شلونك صديقي؟ شلون صحتك؟ الحمد لله والله حبيبي. شلونك؟ مشتاقين. وين عمي؟ ماكو غايب علينا. اي والله من يوم العيد لحد هسه. السلام عليكم. عارف عارف تطولت هوايه. بعدين ناوي احلى محمد حارون قاعد الصبح. بطلت بطلت طفيه، حرام عليك.
بس كل شيء ليش حرام؟ قلبي يرجف من طيب عليك مو حرام شعرك اسود ليل انا احبك بعلى صغر احسن مثلا قاعد اسوي دعايات لاغنيتك تخرع يلا اوكي حضيف رابع ما عندي انا والله كلهم صادين جوله حضيف مجد انا شخص قلت لك ما يعتذر مني اعتذار يليق بي ما اصلا هاي بعتك اي حبيبي والله انا مبدئي واحد طريقي واحد ويا الكل ليش ترى والله مجد لطيف ويحبك لطيف وحباب ماكو منه والله كلش حباب بس انا ما احبك يعني شخص قلت لك المعزه بهاي الامور كلش مهمه والله جد انا اخذ موقف يعني دا ريدا ما تحكي خلاص حبايب قل للمجد هو داخل جولة مو حبايب مجد داخل جولة قلوا لي لا قلوا لي خليه يسلي ويدزلنا خلينا نتفاهم حد الموضوع اي شباب هذا الموضوع لازم انتوا اصدقاء وانتوا بنفس المكان عايشين فيعني مو حلوة وين واحنا بنفس المكان عايشين بس لما نلتقي يعني هو يجي اسطنبول ما يخابرني دائما والله عادي والله ذاك اليوم حتى جاب طاريك بدلاري لك اعرف بس هو والله ترى احنا يعني بالحقيقه ما مدح بيك والله اسمعيني انا ما اقول لك هو يعني انسان مو زين او هيك بالعكس انسان ماكو منه حباب محترم ما مدحش شيء غلط بس انا اقول لك المعزه تبين بيش مواقف انا اضوج فانت شفتي ذيك المره من نزل وهيك وسوى هالسالفه هاي ما سوى شيء والله ما سوى شيء هسه بالنسبه لك ما سوى بالنسبه لي احنا اصدقاء مثل ما قلت بيناتنا صداقه كلش قويه لا تحسس انت ليش تتحسس يا نارو التحسس يختلف انت انا وصديقي ما تفتهمي شنو بيناتنا اوكي يعني هسه مثلا لو محمد كان بدايه ما كان سوى شيء موقف يا اخي والله يلا سعاد يعني صراحة. محمد شغلتك هسه جتي وقتك هسه اجي لازم تسوي احكي محمد احكي محمد حالف انا بعد لا حل مشكله ولا اسوي مشكله ولا اتدخل بين اي اثنين حسب ما يصير بيناتهم بالنعل وخيرهم ما يزيد شرهم ويا ناصر زيدي حطب ناصر مو فاتح لايف يا اخوان لو فاتح لايف كان ضفته ويا شو يسمونه زيد وش يسمونه باوع جبت لك شوف محمد عليه